حديثا شريفا. لتفصيله، هذا الحديث ورد في كتاب كامل الزيارات عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد الله الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أحدثه، فدخل عليه ابنه قضية بعد عشرات السنوات من عاشوراء، فقال الإمام عليه الصلاة والسلام له لابنه: مرحبا، وضمه وقبله وقال: حقر الله من حقركم. الإمام يقول لابنه: لعله الإمام موسى بن جعفر، يعني من الذي حقر الإمام موسى بن جعفر آنذاك؟ ده القضية قضية سابقة، مضت على تلك القضية عشرات السنوات، لا، تحقير من ذلك اليوم مستمر. حتى لو يعظم أهل البيت، ذلك اليوم هو كان تحقير. العبارة صعبة جدا، لولا أنها واردة في الرواية الشريفة: حقر الله من حقركم وانتقم ممن وتركم وخذل الله من خذلكم. هاي الكلمة خطيرة جدا، إن شاء الله لا تشملنا إن شاء الله. وخذل الله من خذلكم ولعن الله من قتلكم وكان الله لكم وليا وحافظا وناصرا، فقد طال بكاء النساء وبكاء الأنبياء والصديقين والشهداء وملائكة السماء. ثم بكى عليه الصلاة والسلام وقال: يا أبا بصير، إذا نظرت إلى ولد الحسين أتاني ما لا أملكه، بما أتى إلى أبيهم، يعني الإمام الحسين، وإليهم. يا أبا بصير، إن فاطمة عليها الصلاة والسلام لتبكيه وتشهق. الشهقة البكاء الذي يتردد في صدر الشخص. إن فاطمة بكت على الحسين، الإمام لا يقول ذلك، بكت واضح، لتبكيه. فتزفر جهنم زفرة، لبكاء فاطمة جهنم تزفر، لولا أن الخزنة يسمعون بكاءها وقد استعدوا لذلك. خزنة جهنم مستعدين حتى جهنم لا تطغى، مخافة أن تخرج منها من جهنم عنق أو يشرد دخانها فيحرق أهل الأرض فيكبحونها. يكبحون جهنم، خزنة جهنم مستعدين، بمجرد أن يسمعوا صوت سيدة النساء فورا يكبحون جهنم. ما دامت باكية ويزجرون جهنم ويوثقون من أبوابها مخافة على أهل الأرض، فلا تسكن
جهنم حتى يسكن صوت فاطمة. جهنم تغلو، وأن البحار تكاد أن تنفتق فيدخل بعضها على بعض، وما منها قطرة إلا بها ملك موكل. فإذا سمع الملك صوتها، صوت فاطمة، أطفأ نأرها، نأر البحار، ثورة البحار، غليان البحار. هذه كلمة نأرها يعني ثور، يعني ثوران البحار، يعني غليان البحار. ولذا كلمة أطفأ، كلمة أطفأ تستعمل للنار، البحار تصبح هكذا. أطفأ نأرها بأجنحته وحبس بعضها على بعض مخافة على الدنيا وما فيها ومن على الأرض. هذا صوت فاطمة. فلا تزال الملائكة، الملائكة معرفتها بالله سبحانه وتعالى أفضل من كل البشر، استثنوا الأنبياء والرسل والأوصياء، يعرفون الله عز وجل أحسن من غيرهم. الملائكة عندما تسمع صوت فاطمة تشفق على من؟ على أهل الأرض. يعني ماذا؟ فلا تزال الملائكة مشفقين يبكونه، يبكون الإمام الحسين لبكائها، ويدعون الله ويتضرعون إليه، ويتضرع أهل العرش ومن حوله، وترتفع أصوات من الملائكة بالتقديس لله مخافة على أهل الأرض. يقدسون الله مخافة على أهل الأرض، يعني الملائكة اللي تعرف الله عز وجل تحتمل أن الله عز وجل يغضب على الأرض فينسف كل شيء لأجل صوت فاطمة. قيمة أهل الأرض ما هي؟ من هم أهل الأرض أصلا؟ هاي فاطمة تبكي؟ ولو أن صوتا من أصواتهم يصل إلى الأرض، من أصوات الملائكة، لصعق أهل الأرض وتقطعت الجبال وزلزلت الأرض بأهلها. قلت، أبو بصير يقول، قلت جعلت فداك إن هذا الأمر عظيم. قال عليه السلام: غيره أعظم منه ما لم تسمعه. ثم قال لي: يا أبا بصير، أما تحب أن تكون في من يسعد فاطمة؟ فبكيت حين قالها، فما قدرت على المنطق، وما قدرت على كلامي من البكاء. هاي كلمة جدا حساسة عند الشيعة. فاطمة، اسم فاطمة، هذه كلمة الشيعة يتأثرون بهذا الاسم فقط. ذات مرة أنا بحثت عن هذه الكلمة، عن هذه العبارة، أن الشخص يسعد فاطمة، كلمة جدا عظيمة. بمقدار ما بحثت ما وجدت في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام استعمال هذه الكلمة. أهل البيت يعرفون من هي أمهم، يعرفون ما الذي يوجب أن تسعد فاطمة. هذه الكلمة ما وجدتها إلا في القضايا المرتبطة بسيد الشهداء، في بعض الروايات الشريفة عن زيارة الإمام الحسين. هذه الرواية مطلقة، ما فيها زيارة الإمام الحسين.
الشيء المرتبط بسيد الشهداء. كثير عظيم هذا، أن الإنسان يكون ممن يسعد فاطمة. أبو بصير إنسان له معرفة. أما تحب أن تكون في من يسعد فاطمة؟ فبكيت حين قالها فما قدرت على المنطق، خلص خنقتني العبرة، وما قدرت على كلامي من البكاء. ثم قام إلى المصلى، قام عليه السلام إلى المصلى يدعو، فخرجت من عنده على تلك الحال، فما انتفعت بطعام وما جاءني النوم، وأصبحت صائما وجلا حتى أتيته، فلما رأيته لعله في اليوم الثاني قد سكن سكنت. بعد عشرات السنوات، لا بعد مئات السنوات، هذا الشيء لا يزال. الرواية الشريفة لا تقول إن فاطمة تبكي في يوم عاشوراء فقط. الجملة الفعلية البعض يقول تدل على الاستمرارية، الفعل المضارع يدل على الاستمرار،